جوهر الموضوع هو أنه ما يعتبر هوية الغرب أو جانب كبير من هوية الغرب وهو الديمقراطية في أزمة. الديمقراطية ليست فقط بالنسبة للغرب تقنية أو وسيلة لتدمير العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بل هي أساس لهوية بين قوسين الغرب ومصدر فخاره، بل يعتبر بأنه له رسالة، أو كان يعتبر لفترة بأنه له رسالة من أجل أن ينشر أفضل الديمقراطية. والحال أن هذه ما قد يمكن أن ننعته برسالة أو نوع من دين لايكي في أزمة. أزمة تظهر جلية في ضعف الهيئات الوسيطة من أحزاب ونقابات وعزوف سياسي، ثم كذلك من اهتزاز ما يسمى بالسلبيات. السلبيات التي هي مرتبطة بالأساس بالعمل السياسي أو مرجعية فكرية أو إيديولوجية مهتزمة، وهذا يفضي إلى حالة تسمى بالوحكة الديمقراطية، لو مالاز ديمقراطي. ولا يمكن أن لا نقف عند هذه الأزمة، والحال أنه يعني الديمقراطية تعتبر من مكونات هوية الحضارة العربية. والجانب الثاني هو ما يسمى بمصطلح جاري لا ديديموكراتيزاسيون، ويترجم بتقويض الديمقراطية، أي أن الذين هم على رأس مؤسسات الدولة يتخذون قرارات منافية للديمقراطية. الحال أنه عشنا مؤخرا سواء حينما اقتحم عناصر من الدهماء باحة الكابيتول في الولايات المتحدة، أو مؤخرا ما جرى في البرازيل إلى آخره، وما صاحب ذلك من رفض والتشكيك في العملية الانتخابية، والسطو على النتائج وعدم الائتمان بقواعد الديمقراطية. الحال أنه لم نعد أمام شيء عارض، بل يمكن أن نقول بأنه بنيوي، والشيء اللافت بالأساس هو عدم التورع في استعمال العنف. ما الديمقراطية في نهاية المطاف؟ هي نوع من التغلب في العنف أو تصريف كاناليزاسيون دو لا فيونس، عوض أن تكون عنف مادي إلى آخره، يأتي من خلال الحوار والنقاش إلى آخره. إذن فشل أو أزمة الديمقراطية يفضي إلى بزوغ العنف كبديل، وهذا طبعا لا يمكن لا نهتم بهذا.